هتعمل ايه؟ دلوقتي هتشوف انا هعمل ايه. لو عملت اللي في دماغك هتندم يا يوسف. طب وريني كده انا هندم ازاي؟ وريني انا هندم ازاي؟ يرحمك. جيبش سيرة أمي على لسانك تاني يا يوسف، لا أقطعهولك. سيبيني يا سيبيني. مش هسيب يا يوسف، ولو ما مشيتش من قدام السعادي هضربك، هضربك لحد ما موتك يا يوسف. سمر لو سمحت اسمعيني. عايز مني ايه؟ عايز مني ايه يا فادي؟ اظن انا جيت البيت انا واهلي عشان اطلب ايدك، بتهيالي بقى ده اكبر دليل على اني بحبك. وانا لما قعدت فكرت مع نفسي كويس لقيت ان احنا ما ننفعش لبعض. ايه اللي خلاك تقولي كده بقى؟ كده علشان انت ما تقدرش تتحمل المسؤوليه، الجو اللي انت عايش فيه ده مش بتاعي ابدا، جو السهر والشرب والحاجات دي انا ما اتربيتش عليه. لا يا سمر خلاص انا بطلت اشرب والله. مش كفايه، مش كفايه. ما انا عايزه ايه طيب؟ مش عايزه حاجه يا فادي. بصي انا اتفقت مع بابا ان انا انزل معاه في الاجازه، الشركه بتاعته هنا عشان اتدرب ازاي اتحمل مسؤوليه واشيل مسؤوليه حد يشاركني حياتي واحبه ويحبني. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ عايزه اقابل باباكي بس بعيد عن المتخلف اللي عندكم ده. انت هتغلط تاني؟ انت هتغلط تاني؟ انت بجد هتخليني اتضايق منك وحياه ربنا؟ خلاص اهدي، خلاص. انا عايزه اقابل باباكي، قلت ايه؟ ماشي. انت بجد وقفت لسيد يوسف؟ برافو عليك يا وحيد، انت كده على اول الطريق. لازم تصدق من جواك انك قوي عشان تقدر تكمل المشوار. ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه. ايه؟ يبقى لالهولي صحيح. قول تاني كده. ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه. الله الله يا وحيد، يعني بجد ووصلت كمان للجمل المهمة دي؟ برافو. دي جملة الزعيم جمال عبد الناصر اللي بعد ما سمعتها فضلت ترن في وداني. برافو عليك يا وحيد، رغم كل المشاكل اللي انت عايش فيها دي لكن عندك مود وبتقرأ. هو أنا ليه غير القراية؟ ده لولاها كان زماني انتحرت. وبعدين انت ناسي كلامك ليا ان الحق بيضيع لو الانسان ما خدوش بايده. عجباني طريقة تفكيرك يا وحيد، والكيرف بتاعك بدأ يعلى ويلعلع. ولو اني مش عارف يعني ايه كيرف، بس هقول لك ايه، ألف شكر. أنا اللي يهمني الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة، هما دول عنوان الجورنال. مش عايز موضوعات طويلة خالص، عايز أيتيمز صغيرة كده، أكبر موضوع 200 كلمة بالكتير عشان الجورنال يتقري. أوكي، طب أنا عندي سؤال، أنت بقى ناوي تخبط في الكبار من أول عدد ولا؟ طبعًا هنخبط، احنا مش هنطبطب على حد يا ريم، لازم تبقي فاهمه كده كويس. اوكي طيب، اول منشطه هتنزل بيه في اول عدد ايه؟ لا مش قوي كده، منشطه ده بقى مفاجاه. حضرتك بقى تستني لما اكتبه وينزل في الجورنال، والجورنال ينزل السوق وتقريه وتبقي تقولي لي رايك. اوكي يا بوب، ماشي، هتعمل من اولها كده رئيس تحرير عليا. لا لا لا، وانا اقدر. طب ما انت كمان مدير تحرير قد الدنيا، انت نسيتي؟ الو، هيا مين؟ يعني ايه مش عايزه تقول اسمها؟ خلاص خلاص خليها تدخل، يلا سلام. انت مستني حد ولا ايه؟ خالص مش مستني اي حد. انا يا ايهاب. نهى، اهلا وسهلا. نهى صديقتي من زمان. ليه؟ ايه انا شكلي كده عطلتكم عن حاجه ولا ايه؟ لا لا لا، ما عطلتناش ولا حاجه، احنا خلاص كنا خلصنا يعني. اتفضلي اقعدي. طب انتوا لو عندكم موضوع خاص هتتكلموا فيه انا ممكن اخرج. يا لا خاص ولا عام، في ايه؟ اتكلمي يا نهى، ريم مش غريبه. اتفضلي.
خير؟ شوشو يا إيهاب اختفت بقالها فترة ومش باين لها أي أثر. شوشو مين؟ شوشو دي واحدة صديقتنا من زمان، أقصد صديقة واحد صاحبي قوي يعني. مختفية إزاي؟ أنت ما سألتيش عنها ببيتها؟ بيتها إيه بس يا إيهاب؟ ما أنت عارف شوشو من الكباريهات لشقق اللي بتروحها. كباريهات وشقق؟ هم دول صحابك يا إيهاب؟ ومالهم بقى أصحابه إن شاء الله؟ بقولك إيه؟ ما تخلينيش أخرج عن شعوري. وبعدين يا جماعة ريم هشرح لك كل حاجة بعدين بالتفصيل، إيه دي شوية. آخر مرة كلمتيها كانت إمتى؟ آخر مرة لما كانت راحت تقابل بنت الوزير، ومن ساعتها تليفونها اتقفل وكمان شقتها مقفولة ومش باين لها أي أثر. مش بنت الوزير دي تبقى خطيبة أخوك؟ وبعدين يا جماعة مش عارف أركز ومش عارف أفكر، واحدة واحدة. أرجوكي إهدي بقى شوية يا ريم هفهمك بعدين. إيه يا نهى؟ كملي لي وبعدين. بقول لك يا يوسف. يا اخبار شوشو ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا سامعاك من جوه. اكيد حد جاي في سيرتك، امسك. يا ساتر، ده مين اللي جاي في سيرتك ده؟ اشرب. الحمد لله راحت. الحمد لله. هي مين شوشو دي؟ ايه دي؟ واحده نعرفها انا ويوسف، اختفت بقالها فتره فقلت اساله عليها يمكن بيشوفها ولا حاجه. شوفها فين بس؟ اشوفها فين؟ هو انا عارف اقابل خطيبتي لما اشوف. سيدي خلاص خلاص مش هسال تاني، انا بسالك بس. بقعد بقى انت تهزر. الحمد لله. هي مين شوشو دي بالظبط يعني؟ يا يوسف انت رايح فين؟ هو انت لحقت فين يا حبيبي؟ الحمد لله، بس افتكرت ان ورايا ميعاد، عايز اطلع اجهز له بقى. بقول لك ايه يا ايهاب، لما تخلص ابقى اطلع لي عشان عايزك. مين شوشو دي؟ مين شوشو؟ كل يا سمر كل. انا هروح اشوفه. اقعدي يا جنة، ومن هنا ورايح اللي هقوله لك تسمعيه كويس وتنفذيه. حاضر يا سي وحيد. طب هروح اشوف الحاج. انت ما بتفهميش يا جنة، ما سمعتيش انا قلت ايه؟ يا جنة الناس دي ما ينفعش معاها الطيبة، خصوصا سيد واللي اسمه يوسف. انا والله العظيم يا سي وحيد قلبي كان واكلني عليك، خصوصا لما شفته داخل وراك الأوضة. هو زعلك في حاجة؟ بالعكس، ده فوقني. صدقينا يا جنة، انا لما كان حد بيشتمني او بيغلط في امي كنت بحس اني بروح في عالم تاني. انا عارفة يا اخوي، حكاية الصرع والتشنج دي كانت بتبقى بين الحياة والموت. بس خلاص الحمد لله، انا ما بقتش اخاف من سيد. حتى لما بعت لي يوسف كنت خايف، حسيت ان الحالة هترجع لي تاني، بس ما خفتش. ايه يا وحيد انت قاعد هنا وسيبني لوحدي يا ابني؟ طب ممكن يا سي وحيد اروح اشوفهم عايزين حاجة ولا لا؟ روح يا جنة. يلا يا وحيد انت كمان اطلع معايا وبعد الاكل نتكلم. مش طالع، ومن هنا ورايح مش هخدم حد، واللي يعملوه يعملوه. وحيد شكلك كده يا ابني مش هتجيبها لبر ابدا. ولا بر ولا بحر. خلاص يا دوسه، اللي مش هيشيل الظلم عن نفسه يستحمل اللي هيجراله. وانا بصراحه تعبت من كتر الظلم والافتراء. ولا انت شايفه ايه يا حاج؟ انا شايفه انك ناوي تعمل حاجه وخايفه عليك منها. ما تخافيش يا حاج، ما تخافيش، انا من هنا ورايح كل وقتي هيبقى لك كتابه والقضيتي اللي لازم اعرف اخرها ايه. قضيه؟ قضيه ايه؟ عايز اعرف انا ابنه ولا مش ابنه، عشان لو ابنه بجد يبقى هقعد في الفيلا دي وراسي براس اي حد، يا اما اشوف عالم تاني وامشي. يا حبيبي هو لو رجع ولقاك هنا موجود هتبقى مصيبه. طب انت عايز تروح للدكتور ليه لما انت خفيت؟
لا، ما انا مش هروح للدكتور اللي كنت بروح له. امال هتروح للدكتور مين؟ انا عايز اروح لدكتور نفساني. دكتور نفساني؟ خير يا وحيد؟ انت حاسس باي مشاكل جديده عندك؟ لا لا، ما تخافيش، انا الحمد لله ساق سليم. الحمد لله. امال ايه؟ انت عايز تروح للدكتور نفساني ليه؟ اصل انا خفيت من الحاله اللي كانت بتجيلي اول ما رجعت لي ثقتي بنفسي، وما بقتش اخاف، ولساني كمان ما بقاش بيتقل. عايز اعرف يا سمر، دي صدفه ولا الخوف والتعب مرتبطين ببعض؟ طيب انا اعرف دكتور نفساني هايل، كانت في واحده صاحبتي بتروح له. هو انت بتصاحبي مجانين؟ هي وحيد ده هو كل اللي بيروح لدكاتره نفسيين مجانين؟ ما هو الدليل انت اهو. صح. طب احنا هنعمل المشوار ده امتى؟ انا النهارده هتصل لك بالعياده احجز لك، وهشوف بقى الميعاد اللي هيقولوا لي عليه. انت مستعجل؟ بصراحه اه. ايوه يا جو، خير؟ عايزني في ايه؟ ايه موضوع شوشو ده؟ ابدا، نوها جت النهارده الجورنال وبتقول لي انها مختفيه. مختفيه؟ مختفيه ازاي؟ ما تليفونها مقفول على طول، وما بتروحش الشقه اياها لغايه دلوقتي. الا طب انا مالي؟ تعرف يا جو ان شوشو راحت قابلت ندى خطيبتك؟ ندى؟ امتى ده حصل؟ نفس اليوم اللي اختفت فيه بالظبط. طب اسمع يا عم ايهاب، انا التلقيح اللي انت عمال تلقحه في الكلام ده مش عاجبني، وانك تفتح الموضوع ده واحنا قاعدين على السفره برضو مش عاجبني. انا عايزك تسمعني بقى كويس. بلاش بلاش تعند معايا. انا لا بعند معاك ولا بلعب معاك، انا بسالك. واحده جت بتسالني على صاحبتها اللي هي كانت صاحبتك، واللي بينك وبينها حكايه كلنا عارفينها، يبقى بلعب فين بقى؟ وانا الفيلم ده خلص من حياتي، الفيلم ده كله خلص من حياتي. فينش فينش، ولا عايز اسمع هي راحت فين ولا اتنيلت في ايه. تغور يا عم في 60 داهيه، انا مش عايز اسمع ليه اسم ده تاني قدامي. خلاص خلاص يا يوسف، ضن يا زعيم، ولا كاني سالتك. سلام. مش عايز فلوس؟ لا ايهاب، انت عارف انا بكلمك من قلبي. انا شايلك العوز يا جو، كله تمام يا عم. نسيتنا يا ده، انت عليك حاجات. اخبار الجورنان ايه؟ هتفتح امتى؟ على وشك. طيب على الله بقى تشيلنا من دماغك يا بوب. تشيلنا؟ قصدك انت ومين يعني؟ ما انت فاهم، ما انت فاهم وانا فاهم، مش كده يا بوب؟ لا العظيم انت عسل. قدم السبت يا بوب، قدم السبت، هتلاقي الحد والاثنين والتلات، ولا وبلاش تسخن الواد وحيد. ليه بقى؟ هرميه لكم بره. ترميه بره ليه؟ واحد وبيطالب بحقه. ارجو انك تشيله من دماغك انت وابوه، بلاش تقهروه بقى. او تقهروه بقى والحاجات دي، ما هي الحاجات دي بقى اللي بتقولها دي. انا مش عارف الحاج ساكت عليكم ليه والله يا اخي، بس معلش، ما هو كل حاجه وليها اخر. بس برضه ما قلتليش يا جو، اقول لي نهى ايه لما تسال عن شوشو صاحبتها؟ مساء الخير. ايه يا دولي، ما جيتيش تتعشى معانا ليه؟ مش هقعد معاه في مكان واحد تاني. هو مين ده؟ هيكون مين غير ابوكي اللي راح اتجوز عليها اللي ما تتسمى. انا هقوم اعمل لي فنجان قهوه، حاسه ان دماغي هيست. طب ما انا بعتلك جنه وقلتلك انه مش قاعد معانا، ما جيتيش ليه بقى؟ ما هو خياله موجود. خياله مين ده؟ يوسف. ما هو شبهه. حرام عليكي يا دلال، ده يوسف جدع جدا. انا لولا اللي في بطني كنت سبت لكم البيت اللي يجنن ده من زمان ورجعت شقتي القديمه. طب شفتي بقى، انت قلتيها اهو، اللي في بطنك. ممكن بقى ما تزعليش عشان ده ممكن ياثر على اخويا اللي جاي، اللي كان عايز يموته لما زقني من على السلم، اللي مش حاسس بالنار اللي انا فيها. هو بابا كده وانت عارفاه، لما بيبقى عايز حاجه ما بيقعدش يفكر في اللي حواليه. لا الكلام اللي انت بتقوليه ده ما ياكلش معايا. طب قول لي يا وحيد، انت كنت منتظم في اخذ الدواء في الفتره اللي فاتت؟ بقالي 7 سنين يا دكتور باخد كل حبايه دواء في ميعادها. تمام تمام. طب هو كده خف يا دكتور ولا ايه؟ اتفضل. الصرع مرض اسبابه بتكون عضويه او بتكون اسباب نفسيه، وفي الحاله بتاعتك انت بيشتمل على الاثنين سوا.
يعني استمر على الدواء يا دكتور ولا بطله؟ الدواء مسؤول عن علاج الشق العضوي، وفي رايي انك لازم تواظب عليه وبنفس الجرعات شهرين ثلاثه لغايه الدكتور بتاعك ما يخفهولك تدريجيا. يعني الحاله ممكن ترجع لي تاني؟ ما اظنش، طول ما انت مش خايف من حاجه وواثق في نفسك ما افتكرش انها تيجي، لكن لو في اي حاجه هزت ثقتك بنفسك ممكن ترجع لك تاني، وممكن ترجع لك كمان اشد من الاول. امضي حضرتك هنا. ايوه وهنا وهنا، تمام. اديني انا بقى النسخه اللي انت مضيت عليها دي، وخد النسخه اللي احنا مضيين عليها دي، دي نسختك ودي نسختنا. اهم حاجه البضاعه توصل امتى؟ بعد وقت الاعتماد والتحويل النقود بثلاثه يوم. بيقول ايه يعني؟ بيقول لك يعني بعد فتح الاعتماد تحويل نقود ثلاثه يوم. ثلاثه يوم انت؟ ثلاث ايام. ثلاث ايام. طيب وادي شيك اهو ب 2 مليون دولار باسمك، بس اهم حاجه تنجز بسرعه. قول له يا عم. اهم حاجه بسرعه مستر، بيقول لك ويكلي. في اسرع وقت. اسرع وقت. الله يكرمك، الله يكرمك. الف الف مبروك يا برنس، انت مسكت الراجل اللي عصرت وجبت سعر من الاخر. بس على الله بقى الحاج، على الله الحاج بقى ما يفكرش نعمل جرد على الخزنه دلوقتي ولا حاجه. يا حاج ايه، ما تحطش دماغك في الحاج خالص، الحاج دلوقتي غرقان في العسل مش هيفوق منه غير بعد 10 15 يوم بالميت. هي الشغلانه دي بس تخلص الشغلانه دي ونلم الغله وخلاص، ما نمدش ايدينا على فلوس الخزنه دي ابدا. ايوه ونخلص بقى بالصلاه على النبي من القلق اللي راكبنا ده، ونفوق شغلنا ونعمله برواقه. يعني ده كلام؟ انت لسه صاحيه؟ ده انا ما رضيتش اكلمك في السكه وانا جاي، خفت عليك وانت نايمه. ازاي يعني انام وقلبي وحياتي وعقلي مش نايمين جنبي؟ الله 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 الله، يعني انت مستنياني مخصوص؟ ومحضره لك العشاء كمان. ايه العشاء؟ يا صلاة النبي، الله ده انا مدعياني. الله الله. اتفضل يلا اقعد عشان تتعشى. اتفضل يا حبيبتي. طب ايه، انا هاكل كل الاكل ده لوحدي؟ يا سلام، امال انا بعمل ايه معاك؟ الله 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 الله. ايه رايك؟ طب حلو قوي، زي الفل، ده حمام وحاجات حلوه قوي. طيب يلا ناولي لي حماميه من دول. لا لا لا، ازاي بقى، ده انا هاكلك بايديا. الله ده انا مدعياني الحمد لله. بيبي كان في طلب صغير كده كنت عايزاه منك. انت تؤمر يا حياتي. فاكر يا قلبي الاتفاق القديم اللي كان بيننا؟ الاتفاق القديم اللي كان بيننا اللي هو النهون يعني. فاكر اول ما عرفنا بعض زمان لما قلت لي ان انت كنت عايز تشاركني؟ طب بصراحة ربنا دلوقتي هشاركك في ايه بقى؟ ما انا خلاص ربنا كرمني وخدت كلك على بعضك اهو. لا يا حبيبي، اللي بينا حاجه والبيزنس حاجه تانية خالص. دلوقتي انا بصراحه صفيت كل شغلي مع الشركة بتوعي، ولازم اجيب بضاعه المحل فاضي مفيهوش لبس يا سيد. محل مفيهوش لبس. لا عندك حق، عندك حق. طيب والليله دي ان شاء الله هتتكلف كام كده؟ نص مليون. نص مليون جنيه؟ لا طبعا يا حبيبي، نص مليون دولار. نص مليون دولار؟ ايه كتير عليا؟ انت مفيش حاجه في الدنيا ممكن تكتر عليكي، بس بصراحه ربنا انا اليومين دول عندي مشاكل. اصلا انا المفروض ادفع الفلوس بتاع الارض بتاع شرق التفريعه، وبعدين انا كمان داخل المزاد بتاع وزاره التعليم. طب خلاص، سوري سوري يا سيد، ما كنتش اعرف ان انت هتكسفني في اول طلب ليا بعد الجواز. اكسفك؟ ده كلام ايه، هنزعل ولا ايه؟ هو انا اقدر؟ ده انت الدنيا كلها تهون عشانك، تترمي تحت رجليكي. حاضر يا ست البنات، حاضر. يوسف بقول لك ايه، انا بكره محتاج ضروري نص مليون اخضر اعمل بيهم اللي اعمله. انت مالك؟ وبعدين بصراحه اصلا انا داخل في تجاره، بس مع شريك مش اي شريك، دي الست لقى، فاهم يعني؟ المبلغ يتحضر بكره الصبح على طول، عشان ده المره دي هيكون عشان الغاليه. يلا
ميرسي حبيبي. يا باشا مال لونك وشكلك اتغيروا كده من المكالمه؟ حد عايز نص مليون دولار من الخزنه. نص مليون؟ طب هنجيبهم منين دول؟ ما على يدك اهو الوكيل الصيني خد الفلوس كلها. هلا نجيبهم منين انت بتسالني انا؟ بدل ما انت اللي تحل لي المشكله ما تتصرف انت يا زكي. الله الله، وانا اعمل ايه يعني؟ انا ما ينفعش الغي البيعه دي، انا ماضي على شرط جزائي بكام؟ الله، ولازم اسدد للحاج فلوس وما تتصرف. ايوه بس عدم المؤاخذه يعني دي اشكاليه ملهاش حل. يعني ايه ملهاش حل؟ في اشكاليه في الدنيا ما يبقاش ليها حل. لا، كل مشكله في الدنيا ولازم يبقى ليها حل. طب هو عايز الفلوس امتى يا باشا؟ عايز الفلوس وقت ما الفلوس تجهز. يبقى انا فهمه ان الاخضر عزيز اليومين دول، وانه ما ينفعش اجيب له بسهوله منه. واشوف الست القاضي كمان اللي طلعت لنا في المقدر جديد، فخليها تصبر عليها شويه. لو مش عايز تحضر معايا الجلسه مفيش مشكله، انا هحضر بالتوكيل نيابه عنك. طب هو ايه اللي ممكن يتم؟ انا هقدم اصل الشيك ورفض البنك القاضي محكمه اول درجه، وهطلب حجز الدعوه للحكم، وحظنا يبقى 100 100 لو محدش من خصومنا حضر الجلسه. بتهيالي ان هما مش مركزين في الموضوع ده، ملهين في حاجات تانية. حلو قوي، يعني في احتمال ان محدش منهم يحضر الجلسه. عارف يا كمال، ده لو حصل المحكمه هتدي حكم مش اقل من 3 سنين، ودي اقصى عقوبه في جنحه الشيك، ده غير التعويض المؤقت. اما المحامي بتاعهم بقى لو حضر فهيطلب اجل للاطلاع والاستعداد وهيطعن في شحه الشيك، وعلى فكره كده هم هيعطلونا. طب يعني والحكايه دي هتاخد وقت قد ايه؟ يعني لو عايزين يلوغونا ويقرفونا ممكن تخش في 2 سنين، اما بقى لو مش مركزين زي ما انت بتقول فممكن نخلص امورنا في وقت قياسي. ربنا يعميهم يا رب. انا عايز اخلص يا استاذ هشام. لا يا كمال، القضايا اللي زي دي محتاجه صبر وطوله بال ونفس طويل. وانا ورايا ايه؟ بس هما ممكن يطعنوا بالتزوير زي ما انت قلت. اه طبعا ممكن يطعنوا بالتزوير، بس طالما وقع الشيك قدامك والبنك اداله رفض فده معناه ان التوقيع مطابق. بص، كل اللي يقدروا يعملوه ان هما يكسبوا وقت. يا وحيد، ايه قاعد كده ليه؟ انا ما نمتش من امبارح يا ايهاب. خد امسك ده اللي انا كتبته، لو عجبك انشره. وحيد للبيع، مين يشتري؟ ايه الكلام الجامد ده؟ ده عنوان هايل، يا ريت بقى اكون كاتب جوه زي ما انت كاتب العنوان كده. لا لا، ما تقراش دلوقتي، اللي انا عايز اقوله لك اهم من اللي انا كاتبه. خير يا وحيد، في ايمانك. يا هاب، انا عايز اعمل تحليل الدين ليه؟ عايز اعرف انا ابنه ولا لا؟ بعوني يا ايهاب وبتمن يرفعوا القضيه. في ايه يا وحيد؟ بس اهدى شويه، انا للاسف مشغول دلوقتي، الجورنال هيطلع بكره ولسه ما خلصتش الصفحه الاولى. اسمع، انت تيجي معايا اوصلك لكمال، تقعدوا تدردشوا لغايه ما اخلص شغلي واجي لك ونشوف هنعمل ايه. ايه رايك؟ يا وحيد يا ابني، القضية دي هتاخد وقت عبال ما يتحسن فيها أمرك. الفترة دي بقى هتعمل إيه بقى مع أبوك؟ ما عادتش تفرق معايا يا حاج جاي، إن شاء الله أعيش في الشارع، المهم أعرف راسي من رجلي. وبعدين أنا شقتي مفتوحة له طول الوقت، لو يحب يجي يعيش معايا. يبقى لازم بقى في الحالة دي نستعين بمحامي كبير. سيد الدقاق عشان يخش قضية زي دي لازم يستعين بمحامي عقر. أيوة يا حاج جاد، بس محامي كبير محتاج فلوس كتير قوي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وصلتوا لايه؟ هنرفع قضيه اثبات نسب الوحيد. ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده يا جماعه. وانا يا سداد يا جماعه، من جنيه ل 10 مليون جنيه. وانت ذنبك ايه يا حاج جاد تدفع فلوس لواحد ما تعرفوش؟ وبعدين الفلوس دي انا هردها لك ازاي؟ لو انت طلعت ابن سيد الدقاق فعلا يبقى انا هاخد حق وزياده. في حاله بقى لو ما طلعتش ابنه يبقى كسبت فيك ثواب. طول عمرك اصيل يا حاج. بصوا يا جماعه، دي بروفه الجورنال اللي نازل بكره. ايه رايكم؟ بص بص يا حاج جاد، وحيد للبيع، مين يشتري؟ هو الكلام اللي انا كتبته ده هينزل في الجورنال؟
بس احنا لسه ما رفعناش القضيه يا ابوك. اهو كده الكلام مظبوط، الضرب في المليان، الناس هتقرا ده. اه طبعا، ايه رايكم؟ اتوكل على الله. وحيد جاهز للمواجهه ولا الغي كل ده ولا ايه؟ تلغي ايه؟ انا خلاص ما عادش ينفع ارجع لورا. ودي حكايتي مع اسم الدقاق، حق لازم اثبته او انفيه. يا سلام، عرفتوا بقى ان السيد الدقاق اللي عامل فيها ما هنا يا ما هناك عنده ابن مش عاوز يعترف بيه؟ ايوه بس يا حاج، مش يمكن الواد ده يكون بيتبلى عليه؟ وانا ما استبعدهاش برضه، اصل مش معقوله كده هيظهر له ولد فجاه. ابنه ضناه من صلبه، وشغال عنده مرمطون السنين دي كلها ومش عاوز يعترف بيه. لا الحكايه دي ملعبكه والظاهر فيها ان الواحد ما يصدقهاش بسهوله. ماشي يا حبسي، بكره الواد لما يروح المحكمه ويرفع قضيه عليه وياخد حقه تعرفوا ان انا كلامي مظبوط. قولي الحسونة يعمل لي سندوتش جبنه رومي. ايه؟ جبنه رومي. طيب يا اختي، استغفر الله العظيم يا رب على المصايب اللي نازله ترف علينا. خلي الفقريه من وش نحسه تنفعه. هات يا دليل وريني، انا مش مصدقه اللي بيحصل ده. لا صدقي يا سمر، مش مصدقه ليه؟ ما هو منصور عندك اهو بالبنت العريض. طب ما تقري لنا يا بنتي ايه المكتوب بالظبط. يا خبر ابيض، ده بجد؟ ليه ايهاب كده؟ ليه وحيد اللي بيحصل ده ليه؟ ايه يا سمر؟ عملت ايه مزعلك مني؟ ليه وحيد اللي بيحصل ده؟ ايه اللي ايهاب نشرهولك ده؟ دي مؤامره على بابا بقى. يا سمر انا نفسي ابقى اخوك بجد، وما عملتش حاجه غير اني قلت الحقيقه، وحسيب المحكمه هي اللي تفصل. يا لهوي! هتروح المحكمه؟ ده انت معكش بضاعه. حجنت. لا مش انا، مش انا اللي اتهزق في الجرانين واتلعب بيها الكوره. مش سيد الدقاق، مش سيد الدقاق. الموضوع ما يتسكتش عليه، احنا كتجننوا. دول بيمرمطوك. دول مش عيالي، لا دول مش عيالي، دي عصابه. عصابة، واللي مشغلها جاد بيدفع فلوس لابني عشان يعمل جرنان لي ويهزقني فيه. المصيبة مش في جاد يا حبيبي، شيله من دماغك. المصيبة صدف وحيد ده اللي ماشي في كل حتة يقولوا ان ابنك ده. موضوع كبير قوي ده، ممكن يهزك في شغلك وفي الحزب وعند موافي. دي مصيبة. لا يهز مين؟ مش انا اللي اتهز. لا مش سيد الدقاق اللي اتهز. أنا لا يمكن يتلوي دراعي، لا يمكن. أنا لا يمكن أعترف بعيل متربي في الملاجئ وأقول عليه ابني. ابني ده إيه؟ طب ما أكلم يوسف، خليه يجي يشوف المصيبة اللي أنتوا فيها دي، يمكن تعرفوا تفكروا تعملوا إيه؟ يوسف فكرة. يوسف أهو، يوسف. ألو، هيا يوسف. هيا يا حاج. لا انا رايح للباشا. اه لا، اصل اتصل عليا وقال لي ان هو عايزني اعدي عليه ضروري. شفت اخوك عمل ايه؟ اي زفت فيهم اهو، الزفت اللي اسمه ايهاب ده، والمرمطون اللي مشغله عنده اللي اسمه وحيد، شتمني في الجرنان. الواد قال بيقول انه بيعرض نفسه للبيع عشان ابوه مش راضي يصرف عليه ومش عايز يعترف ان ابنه. عايزين يقولوا ان الواد وحيد ده يبقى ابني، ابني انا. يا دي المصيبه، شفت بقى؟ يبقى هو اكيد عايزني في الموال ده. اه اكيد هيحكي معايا في الحدوته دي. انا بصراحه بقى لو كلمني انا مش عارف اقول له يا حاج. قول له اتصرف معاه، ان شاء الله يحرقه. اه قول له الحاج مديك الحريه، مش عايزه يموته حتى. لا انا مش هزعل منه. واسمعني، انا عايزك تجيب لي شويه بلطجيه. ماشي، بس اما اشوف الموضوع ده هيخلص على ايه؟ اشوفه. طب اخلص اخلص المشوار واعدي عليه. وانا لسه هستنى اما تخلص مع الوزير. خلصني، اضرب تليفون وابعت لي عربيه نص نقل مليانه رجاله وبلطجيه. ايوه انا مش هستنى، خلص وكلمني على طول. يلا سلام. عايز بلطجيه ليه يا سيد؟ انا هموتهم واحد ورا واحد. تموت مين؟ تموت عيالك يا سيد؟ عايز تروح في 60 داهية وتخش السجن وتضيع مستقبلك؟ كل ده علشان ايه؟ لو سمحت
من فضلك ما تاخدش قراراتك وانت متعصب. انا مش متعصب ومحدش يقدر يعصبني. وبعدين من فضلك سيبيني اتصرف وبعدين هتفهمي. ما ينفعش، انا مراتك ومن حقي اناقشك في قراراتك. انا هعلمهم الادب من اول وجديد، وكلهم بربطه المعلم، كمان وإيهاب والزفت اللي اسمه وحيد، وقبليهم النيله جات. انا هخليهم يعرفوا بجد مين هو سيد الدقاق. انا مش هسكت على التهريج اللي بيحصل ده وتشويه سمعتي قدام اللي يسوى وما يسواش. معاش يا باشا معاش. انا اللي يفكر يقل ادبه عليا انا اعرف ازاي اعلمه الادب. اخوك ايهاب بيلقح على البيزنس اللي بينا، ماشي دي ممكن اعديها وافوتها وابلعها، لكن يتريق على مؤتمر الحزب وكلام قياداته ده اللي لا يمكن اسكت عليه ابدا. يوسف انا هاذيه. يا باشا الحاج بعتني برساله لسيادتك بيقول لحضرتك ان الولد ايهاب ده محتاج قرصة ودن من سعادتك يعني جديده كده، هو وكل واحد لسانه طويل. يا باشا يا باشا ده بيغلطوا في بيغلطوا في ابن الريس ذاته، بيغلطوا في ابن الريس ذاته. يا باشا انا مش عارف انتوا العيال دي يعني انتوا مش عارفين تلمهم بقى ايه بقى. عندك حق، احنا اللي ادينا فرصه للجراد ده انه ينتشر تحت اسم الديمقراطيه وحريه الصحافه. فاتحين على الرابع يا باشا، دول فاتحين على الرابع وملهمش اي حد ولا اي حاجه. والله يا باشا يعني بصراحة يعني كده المفروض الناس دي كلها تتقدم، وأولهم لإيهاب أخويا ده. هيحصل هيحصل وبأسرع مما تتصور، بس الزعل ممنوع. أعمل لك القهوة يا حاج. بس خلاص. مالك يا حاج فيك إيه؟ مفيش حاجة يا أختي. ألف حمد لله على السلامة يا عريس. مالك يا حاج الغندورة قلبك علينا ولا إيه؟ وش النحس اللي من ساعة ما دخلت البيت واحنا مقطعين بعض حب. بعدين يا دلال ابعدي عني دلوقتي، انا مش فاضي، والا هعمل فيكي اكتر من الدور اللي فاتوا على نفس السلم. طبعا ما انت قادر وتعملها، تلاقيها موصياك علينا ولا عامله لك عمل. يا دوما هات رجاله وتعالى. مين دول يا حاج؟ انا عارفه يا اختي مين دول يا حاج واللي دخلهم هنا، انتوا مين؟ ما تتكلم يا سيد. مين دول؟ مش عايز كلام خالص. رجاله خشوا المطبخ وليهم طلعوا العيال وزي ما اتفقت معاكم. يلا يا ستي. ايه دول؟ مين دول؟ بصوا يا رب استرها يا رب استرها يا رب. انا كنت شاريكم ايه ده؟ ومعانا فين انتم؟ ايه؟ هم فين؟ اوعى اوعى انتوا بتعملوا ايه؟ ايه يا كلاب فين اللي بعتكم؟ سيبني انت وهو اخروني كده برضه يا سيدة دقاق. بتجيب بلطجية لعيالك ورحمة أمي ما هتعدي على خير. جايب لنا بلطجية وتاخدونا من البيت؟ أنت مش طايق أي كلمة حق تتقال ضدك؟ برضه هنصر والوحيد هيكمل مشوار الحاج. بكرة تندم يا سيدة دقاق على اللي بتعمله ده. اوعى بكرة هتندم. اوعى ولسه يا كلاب اوعى بقى اوعى. طيب يا سيدة دقاق حصلت يعني ورحمة أمي ما أنا سايبة. شفتوا الصورة عشان تعرفوا احنا بنتعامل معانا يا أب. كمان ايه اللي حصل؟ عمل فيكوا ايه؟ لقاء هانم جاي طبعا تطمني على جوزك. انا لما لقيته نازل متعصب قلت اكيد جاي يعمل فيكوا حاجة. اهدوا بس يا جماعة وتعالوا اوصلكوا بعربيتي. الو ايوه دلال، خلي حسونة يطلع اوضتي يلم هدومي ويجيبها لي الجنينه غصب عنه. ايه يا حاج اللي انت عملته ده؟ اللي عملته ده غلط. وانت بقى فردوس اللي هتعلميني الصح من الغلط. العفو يا حاج ما اقصدش، بس دول ولادك احتويهم ما تبعدهمش عنك. وبعدين انت مالك يا وليه بتتدخلي ليه في اللي مالكيش فيه؟ يا حاج هيخرجوا عن طوعك، احتويهم يا حاج بقولك ما تبعدهمش عنك. بعدين ده ربنا سبحانه وتعالى اداك احسن نعمه الولاد. وبعدين بقى يا حاج هتقعد لوحدك في البيت الطويل العريض ده بعد البيت ما كان مليان عليك السنين دي كلها؟ نبقى يا حاجه ارحميني من الحكم والمواعظ بتاعتك دي، واذا كان خروج العيال هيحز في نفسيتك حصليهم. اتفضلي. انا يا حاج
بعد العمر ده كله بتطردني يا حاج؟ هو انت في حاجه بتحوق فيكي؟ ما انا كل ما اطردك تتمسكني العيال وتعيط لهم ويجوا يزنوا عليا. سيبها دلوقتي خلاص، ما عادش فيه في البيت حد ياثر عليا. يلا اتفضلي، الباب بيفوت جمل. ايه اللي وصل الامور بينك وبينه للدرجه دي؟ ولاد الحلال كتير، بس ورحمه امي ما هعديها له. يعني انا اللي هعديها له؟ بقى احنا يجيب بلطجيه ويرمينا بره بيتنا؟ انا مش هسيبه. ماشي يا سيد. اهدوا يا جماعه من غير انفعال يا وحيد، احنا لازم نقعد ونعيد حساباتنا من الاول. خلونا نركز الاول في موضوع وحيد واثبات النسب، لكن سيد ده ليه قاعده لوحده. طب يلا انتوا طالعين على فين دلوقتي؟ عندي في السيده. يلا يا جماعه، يلا وصلكم. يلا. مقدرش اعرف في بيت صاحبه طردني منه. طب وانا اعمل ايه من بعد؟ ما تربطيش نفسك بيا يا حبيبتي، خليكي في حالك، خليكي في شغلك اللي بتاكلي منه عيش. خدي بالك من نفسك يا جنة. طب والنبي قولي الوحيد ان انا كويسه وطمني عليا، قولي وجنة مستنيك عشان يجي ياخدني. حاضر. سلام عليكم. عليكم السلام. ايه يا روسفين؟ هو الشنطه دي رايحه على فين؟ في انا مش فاهمه حاجه، ايه اللي حصل؟ اصل الحاج سيد زعق لها وقالها تمشي من البيت. ازاي يحصل كده؟ وحتى لو حصل ده بيتك زي ما هو بيتنا، ما ينفعش تسيبيه وتمشي. سمر يا حبيبتي، انا اللي كان مصبرني السنين دي كلها هو انت وحيد. وحيد الحمد لله كبر وبقى راجل، وانت خلاص كبرتي وبقيتي عروسه، وبكره تتجوزي وتروحي بيت جوزك. وهتروحي فين بقى ان شاء الله؟ بلاد الله واسعة يا بنتي، ربنا رؤوف رحيم. أنا مش ممكن أسمح أبدا إن ده مش ممكن. بابا يا بابا. أيوه بابا. مين بيندى في إيه؟ إيه بابا اللي بيحصل ده؟ في إيه في البيت؟ إزاي بابا تعمل كده؟ إزاي تطلب الحاجة فردوس من البيت يا بابا؟ أنا أعمل اللي أنا عايزه، بيتي وأنا حر فيه، وأنا اللي أقول مين يخرج ومين يستنى. سيبيني أمشي يا سمر يا بنتي، كفاية قوي كده، كفاية إهانة. أيوة اتمسكني واعملي الشويتين بتوعك دول، شغل التعابين والنعومية دي. أنا هطلع أشوف إيهاب، هو هيشوف لنا حل في الموضوع ده. الأستاذ إيهاب مش هنا، مشي مع الأستاذ وحيد من الفيلا. مشيوا؟ يعني إيه مشيوا؟ يعني أنا خرجتهم من بيتي ومش هيدخلوا هنا طول ما أنا على وش الدنيا. طردت ولادك يا بابا؟ أطرد أي حد واعمل اللي انا عايزه، واللي مش عاجبه يحصلهم. كاتكم البلاوي. بلاوي؟ هما راحوا فين دلوقتي؟ ممكن يكونوا يعني عند الاستاذ كمال. ما تمشيش يا دوسه، انا جايه معاكي استنيني، انا مش هينفع اعيش بعيد عن اخواتي. مالك يا ندى؟ متغيرة يعني شوية كده الفترة اللي فاتت. مش متغيرة ولا حاجة. أنا مش متغيرة إزاي بقى؟ أنا حتى لما جيت للحاجة عندك ما نزلتيش حتى عشان تتكلمي معايا. معلش كنت مشغولة شوية. إلا قول لي يا يوسف، عملتوا إيه في الموضوع ده؟ لا عملنا إيه؟ ده الحاج رده هيبقى جامد إيه؟ وبعدين سيادة الوزير برضو قال إن هو هيعمل اللازم. مش اخوك ده اللي جه حفله خطوبتنا وكان شايل ورد؟ وهو يعني لو كان اخويا كان اتطرد بالطريقه اللي انت شفتيها دي؟ بس حكايته اللي كاتبها في الجورنال مؤثره قوي. قريتيها؟ اه، وحسيت انه مظلوم. بكره الايام تثبت لك ان كل دي تلاقيه حاجتك. هو فاهم ان بالشويه اللي بيعملهم دول ان احنا هنحط ايدينا في جيوبنا ونديله قرشين عشان نسكته، بس يبقى يقابلني.
طب وإيهاب أخوك؟ متعاطف معاه ليه؟ ونشر حكايته في الجورنال ليه؟ يا هو إيهاب ده بقى بالذات قص الفساد، قص البلاوي كلها، بيعمل الشويتين دول والكلام الملاعبك اللي هو بيعمله ده عشان يطلع بأي مصلحة. قول لي يا يوسف، أخبار كمال معاكوا إيه؟ ما تسيبك من الحاجات دي بقى وخلينا نتكلم في المفيد، سيبك من الناس دي، سيبك منهم. هما كلهم وحشين يا يوسف، كلهم؟ خلاص معلش حقك عليا، بس سيبك منهم دلوقتي. قولي لي بقى، احنا مش هنحدد ميعاد الفرح ولا ايه؟ بعدين يا يوسف، مش دلوقتي. انت مضايقه نفسك ليه يا حاجه فردوس؟ ما البيت بسم الله ما شاء الله يسعى من حبايب الف. مش مصدقه اللي حصل، مش مصدقه اللي حصل ده ابدا. وبعدين بصراحه كده انا حاسه ان انا بقيت تقيله عليكم. يا دوسه ايه اللي انت بتقوليه ده؟ احنا عمرنا ما نفكر حتى ان احنا ممكن نعيش من غيرك. صعبانه عليا نفسي، مش قادره اصدق اللي حصل ده كله بقى بعد السنين دي كلها، وبعد خدمتي لابوكو يعمل فيا كده. انا بقى مش مسامحاك، مش مسامحاك يا سيد، مش مسامحاك ابدا على اللي عملته فيا. يا كيمي. ازيك يا وحيد؟ انا جايب لك خبر هيخليك تزقطط وتطير من الفرحه. ايه خير يا ايهاب؟ المحامي كلمني وقال لي ان احنا بكره ان شاء الله هنرفع قضيه النسب. طب انا في حاجه بقى مش فاهماها، هو ازاي هيرفع القضيه وهو معوش اي ورق رسمي ولا حتى بطاقه؟ ما المحامي قال لنا يا سمر وحيد ممكن يرفع القضيه بنفسه، وممكن اي حد من اخواته يرفعها باسمه بما انه معوش اوراق رسميه. بجد؟ اكيد الكلام ده يا ايهاب؟ اكيد يا حاجه، اكيد طبعا. هنرفع القضيه قدام محكمه الاسره وهيكون معانا ورقه الجواز العرفي. انا متاكد ان شاء الله ان القضيه مش هتاخد وقت، خصوصا بعد نشر الموضوع بتاع وحيد في الجورنال وتعاطف ناس كتير معاه. معقوله يا ايهاب؟ يعني انا ممكن يبقى عندي شهاده ميلاد، بطاقه، باسبور، يعني ينفع اعمل عمره؟ ينفع تعمل عمره وتعمل كل اللي انت عايزه يا وحيد، وينفع تتجوز جنة كمان وتاخد حقك من ابوك على داير مليون. بس ده يتوقف على لو طلعت ابنه بجد. يا انا ام الله يرحمها لا يمكن تكذب ابدا. سوري وحيد انا ما اقصدش، بس ده احتمال وارد برضه. انا اللي هرفع له القضيه باسمه. لا يا كمال، خليني انا اعمل محاوله، لو فشلت يبقى اعملها انت. اهم حاجه بس ان احنا ما نضيعش سنين قدام المحاكم. مظبوط يا وحيد، عشان كده احنا لازم نوصي في الطب الشرعي عشان نتيجه التحليل تطلع بسرعه. انا ما كنتش عايزه الموضوع يوصل للمرحله دي ابدا، ده برضه بابا. انت شايفه يا سمر، هو اللي اضطرنا لكده. حد كان يصدق انك انت بالذات تسيبي له البيت وتمشي؟ عندك حق. ان شاء الله يا ولاد ربنا هيوقف لكم ولاد الحلال وهينصر. اهلا 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 الاخاء. سيد حبيبي ازيك عامل ايه؟ انا عارف ان انت زعلانه مني عشان زعقت لك الصبح، بس بصراحه انا لما قريت الجورنال كنت هتجنن. لا لا انا مش زعلانه منك خالص يا حبيبي، انا ازعل منك، انا بموت فيك. بقول لك يا بيبي انا زهقانه قوي، ما تيجي نقعد نتكلم برا، هعزمك على الغدا. يلا بينا يلا بينا. حلوه قوي يا لقاء، ذوقك عبقري. هو جت هنا عشان كده كنت عايزك تكروتيني وتنزليني، مش عايزاني اشوفه. ايه مش عايزك تشوفني وانا بقيس طريقة لخفه؟ انا بقيس بدله. اوعى تيجي هنا تاني، والا اقسم بالله العظيم لو جيت لها تاني لحدفلك في المكان.